امشي خلينا نطلع من هنا بتفاهم معك. ما ابي مستانسة. زين نروح ورد تالي. لا ما راح، انا قاعد احاول احل كل شيء بيننا. انت ايش سالفتك؟ شلون بتحل كل شيء بيننا وانت عيونك تلاقط عليها وين ما تروح؟ شلون بتحل كل شيء وانت الصبح تقول لي ساعديني وبعدها بكم ساعه تقول لها احبك؟ عشان كذي قاعد اقول لك ساعديني، انا ودي احبك بس ماني قادر. يلا يمكن تصحى وتستوعب ان اللي قاعد تطلبه شيء ما يصير. زين خلاص انا بدي الحين داخل. ما ادري سالم خلاص بعدين اكلمك. باي. لنا كلام بعد شوي بس عشان يمديد تشذبين تشذب هني تشذب هناك يمديد يعني. ايش فيكم انت يا عبد اللطيف؟ خي ولي زين. هو صاير؟ بس يمه خلاص خلاص كافي كافي وانت تدوسين على كرامتي كل يوم. ليش؟ وعلشان منه؟ علشان ريان؟ علشان زوج؟ وكأنه أهم إنجاز بحياتي إنه يكون عندي زوج أو ريال. ما شفتي شهادتي، ما شفتي أخلاقي، ما شفتي الناس شلون تحترمني وتقدرني، ما شفتي إن أنا أتكلم سبع لغات، أعرف أطبخ، أعرف أعزف، أعرف أرسم، أعرف أسوي كل شيء. هذا كله ما شفتي. شغلة واحدة بس اللي شفتيها فيني أني بنت ناقصة لأني ما عندي زوج. تعالي يا فلانة، تعالي شوفي بنتي معالي على وجه زواج. تعالي يا فلانة، عندك ولد؟ شوفي بنتي معالي. بس هذه حياتي معاك، تأخذيني من أم فلان لأم فلان. بدل ما تعلمين شلون استند على نفسي، بدل ما تعلمين شلون اقدر نفسي، قاعده توديني حق ام فلان وام فلان. بس تدرين شلون؟ هالمره انا اللي ما راح اوافق اني اتزوج. لو تجيبي لي احسن ريال بالعالم ما راح احقق لك اللي انت تبينه وتزوج. عند بنتكم سموحه. انور 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 يا انور يمه قد